احنا سمعنا عن 8 أنواع من الإيمان، لكن متهيألي في 4 اللي هي خلينا نقول بطريقة إيجابية نتكلم عن هذا الموضوع. تفضل قسيس إذا في يعني الإيمان الخلاصي. احنا عرفنا الإيمان إن هو الأمن أو الثقة أو اليقين. نعم. فالإيمان هو الوسيلة التي أخذ بها الخلاص وليس ثمن الخلاص. الوسيلة الطريقة. نعم. اللي أدخل بيه عشان أخذ الخلاص، لكن ثمن الخلاص كان هو موت ودم يسوع المسيح. نعم. عشان كده أقول عالمين أنكم اشتريتم بثمن. فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. الثمن الخلاص ده دفعه المسيح. مفيش ولا إنسان على وجه الأرض من آدم إلى آخر إنسان على وجه الكرة الأرضية يقدر يدفع ثمن خلاصه. فالوحيد اللي دفع ثمن خلاص البشرية شخص المسيح. أيوة. لأنه أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. من يؤمن أي من يصدق أن المسيح هو المخلص الوحيد ودمه الكريم هو الذي يمحو كل خطاياه. نتيجة هذا الإيمان الذي يخلص الإنسان نفسه بيتغير.